الذي سمعناه خلال الفترة الماضية والتصريحات الساسة الأوروبيين والأمريكان على أن هناك آلاف المقاتلين من داعش وآليات ومعدات وما إلى هنالك تبخر، وهذا لغز حير كل المراقبين. فمعنى ذلك أن الذين يتواجدون في سرت هم عبارة عن عناصر محدودة لا يتجاوزون العشرات، ربما فيهم قناصة، ولكن هذا التقدم هو لقوات مصراتة الذي يغطيها المجلس الرئاسي الغير معترف به محليا والحكومة التي لم تنم الثقة. هي عبارة عن ورقة ضغط على البرلمان وتقويض عمليات الجيش الليبي، وربما هناك خطة غربية كانت معدة لكي تتقدم هذه القوات للسيطرة على الموانئ والحقول النفطية. ولكن أنا أعدك بأن للجيش وللقبائل وللقوى الوطنية كلمة أخرى مختلفة تماما على الذي يجري على الأرض الآن. نعم، الأستاذ عبد الحكيم معتوق الإعلامي الليبي كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. بانوراما النيل تزال متواصلة معكم، وفيها بعد أخبار الاقتصاد، مقتل وإصابة ثلاثة من تنظيم القاعدة إثر غارة أمريكية في محافظة شبوة باليمن. رئيس الوزراء شريف إسماعيل يؤكد أن الدولة تولي اهتماما لمشروعات تنمية قناة السويس. أجهزة الأمن الأمريكية تقول إن التحقيقات الجارية في حادث ملهى أورلاندو تتسم بالسرية لسرعة الكشف عن ملابسات الهجوم الذي تبناه تنظيم داعش. الأمم المتحدة تؤكد أن سبب تفاقم الأوضاع الإنسانية في فلسطين يرجع للاحتلال الإسرائيلي. ونتحول الآن مشاهدينا لمتابعة أبرز أخبار المال والأعمال مع الزميل مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا لك غدا فاروق، شكرا جزيلا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية، وفيها بعد هذا الفاصل، وزير البترول يستعرض التقدم في حفر آبار حقل ظهر بالمتوسط مع قرب الانتهاء من حفر البئر الرابع. أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الوقفة الاقتصادية. رأس وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا الاجتماع الدوري الثالث للجنة العليا لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع تنمية حقل ظهر وموقف تقدم الأعمال بالمشروع. وتم خلال الاجتماع استعراض موقف تقدم الأعمال في حفر الآبار التنموية لحقل ظهر وبرنامج عمل حفر البئر الرابعة من أصل 6 آبار مستهدفة للوصول لباكورة الإنتاج إلى 1 مليار قدم مكعب غاز يومياً في نهاية عام 2017. كما تم متابعة موقف تقدم الأعمال في المحطة البرية لمعالجة غازات حقل ظهر وتنفيذ الأعمال البحرية والانتهاء من التصميمات الهندسية وتقدم أعمال شراء المهمات الخاصة بالمشروع. قال وزير الإسكان مصطفى مدبولي إن عدد كراسات شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعية التي تم سحبها من مكاتب البريد حتى الآن بلغ أكثر من 600,000 كراسة. وأشار الوزير إلى أن عدد من قاموا بدفع مقدمات حجز وحدات الإسكان الاجتماعية بفروع مكاتب البريد تخطى 362,000 شخص، مشيرا إلى أنه سيتم غلق باب الحجز بعد غد الأربعاء. استعرض وزير النقل جلال سعيد خطة تطوير وتوسعة طريق القاهرة الأسكندرية الزراعي من الطريق الدائري وحتى الأسكندرية مرورا بالمدن الرئيسية بنها وطنطا ودمنهور.
وقال الوزير في اجتماع ضم محافظ القليوبية والمنوفية والغربية ومساعدي مدير أمن المحافظات الثلاث وقيادات هيئة الطرق والكباري إن خطة التطوير تتضمن إعادة رصف الطريق بالكامل بالإضافة إلى أعمال التوسعة في نطاق محافظة البحيرة. دعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين في الدول التي يقيمون فيها. في غضون ذلك أعلنت وزارة القوى العاملة أنه تم توفير نحو 71 ألف فرصة عمل بالداخل وأكثر من 161 ألف فرصة عمل بالخارج خلال الشهور الثلاث الماضية. وجاءت السعودية في مقدمة الدول المتعاقدة مع العمالة المصرية، تلتها الكويت، في حين احتلت إيطاليا المركز الأول في الدول غير العربية. نتحول إلى البورصة المصرية والتي وصلت مؤشراتها تراجعها الجماعي لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والمحليين. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو 300 مليون جنيه ليصل إلى 405 مليارات جنيه وسط تداولات بلغت نحو نصف مليار جنيه. أكد وزير التجارة والصناعة طارق قبيل حرص الجانبين المصري والبيلاروسي على منح دفعة للمباحثات بين الخبراء الفنيين للإسراع في بدء التفاوض والوصول إلى منطقة التجارة الحرة المشتركة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي. وأوضح قبيل عقب جلسة مباحثات مع سفير بيلاروسيا، أوضح أن الاتفاق حال توقيعه سيسهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا. أعلنت الحكومة الصينية ارتفاع الاستثمارات برأس المال الثابت والذي يعكس النفقات العامة في البنى التحتية بنسبة 9.6% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2016، وسجلت استثمارات القطاع الخاص تباطؤا واضحا ولم تتجاوز نسبة نموها 3.9% في الأشهر الخمسة الأولى من العام. من ناحية أخرى، أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاءات أعلن أن الإنتاج الصناعي ارتفع في مايو بنسبة 6% على مدى عام، بينما ارتفع استهلاك العائلات بنسبة 10% في الفترة ذاتها. يعاني اليمنيون من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية والوقود بسبب عدم القدرة على الاستيراد، ما بسبب نقص العملة الصعبة أو للحصار المفروض على البلاد على خلفية الحرب التي تشهدها حاليا. وفقا للأمم المتحدة، فإن العنف تسبب في نزوح أكثر من 2.7 مليون يمني، وتم تصنيف أكثر من 14 مليون شخص على أنهم في حالة انعدام الأمن الغذائي. نتابع. ارتفاع أسعار المواد الغذائية وندرتها، انخفاض سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي، ندرة الوقود، نقص احتياطات النقد الأجنبي، صور تعكس الأزمة الاقتصادية التي يشهدها اليمن على خلفية الحرب منذ سنوات. حرب زادت المعاناة بين سكان بلد يعد أصلا من أفقر دول العالم. بالفعل أثرت الحرب بشكل سلبي كبير على التاجر من جهة وعلى المواطن من جهة أخرى، من خلال الأسعار ومن خلال انعدام المشتقات النفطية ومن خلال الحصار المستمر على البلاد. أكيد ارتفعت قوي أكثر، يعني المتوقع أو يعني المعقول. الأزمة السياسية في اليمن دمرت عددا من المصانع وتسببت في حدوث نقص حاد في الإمدادات الغذائية، وأصبح الاقتصاد على شفا الانهيار. أشتغل المواطنين، أشتغل نحن، يعني لما ارتفع الدولار لا 23 ألف ويغلو البترول، وهذا أمس مغلق المحطة على مد ما هو يعبي اليوم بسبعة ألف، يعني زيادة فوق البترول، هذا بالمفروض هذا حرام. وبرأي خبراء الاقتصاد، فإن توقف المصانع وصعوبة استيراد المواد الأساسية وإغلاق العديد من شركات البترول كلها أمور تقود إلى وضع يصعب معه توفير مستلزمات المواطنين وارتفاع أسعارها.
ارتفاع اسعار المشتقات النفطيه ووجود سوق سوداء للاسف الشديد انه خلال الشهرين الماضيين لم تفتح محطات البترول التابعه لشركه النفط اليمنيه، وانما يباع النفط عيانا بيانا امام الناس كلهم باسعار مرتفعه استفاد منها التجار وكذلك بالنسبه للغاز. هذا كله ادى الى ارتفاع اسعار والى ارتفاع تكلفه الانتاج محليا. وفقا للامم المتحده فان العنف في اليمن تسبب في نزوح اكثر من 2,700,000 شخص، وتم تصنيف اكثر من 14 مليون شخص على انهم في حاله انعدام الامن الغذائي. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم الى نهايه هذه الوقفه الاقتصاديه. عوده مجدده للزميله غاده فاروق للمتابعه في الاخبار السياسيه. اليك غاده. شكرا للزميل مصطفى ميزار. أصيب 9 أشخاص على الأقل في انفجار سيارة مفخخة اليوم في جنوب شرقي تركيا، ولم ترد تقارير فورية حول الجهة المنفذة للهجوم الذي وقع قرب مساكن يقطنها موظف محاكم في مدينة أوفاسك بمحافظة تونغلي ذات الغالبية الكردية. قتل 2 من عناصر تنظيم القاعدة وأصيب 3 في اليمن إثر غارة لطائرة أمريكية بدون طيار استهدفت سيارتهما في محافظة شبوة جنوب شرقي البلاد. ومن ناحية أخرى، ذكر مصدر أمني في مدينة عدن أن ضابطا في مديرية البحث الجنائي بمديرية الشيخ عثمان أصيب إثر انفجار عبوة ناسفة استهدف سيارته الليلة الماضية. بانوراما النيل لا تزال متواصلة معكم، وفيها بعض أخبار الرياضة. هيئة الأرصاد الجوية تتوقع غدا ارتفاعا في درجات الحرارة يتجاوز في القاهرة 40 درجة مئوية.